السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. أتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم مربى الرمان اللي كيجي رائع في القوام ديالو كيف كتلاحظوا حتى في المذاق ديالو. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. الرمان عندي هنايا حبة اللي هي كبيرة، من بعد ما غسلتها مزيان كنقيوها كنحيدها. غادي تشوفوا إن شاء الله معايا حتى الطريقة ديال فص الرمان ان شاء الله، طريقه اللي هي جد سهله ومبسطه، والكميه حسب الرغبه. المهم غادي نبارطاجي معكم واحد الكميه اللي هي قليله، اللي بغات تكثر من يعني اللي باش تحصلوا على واحد الكميه كثيره ديال المربى ممكن تضاعف الكميه. هنايا كيف كتلاحظوا من بعد ما حيدت داك الراس من الاعلى كنحاول نقطع هكا الرمان، يعني غير كنتراصيه وما كنوصلش يعني باش نقطعه كامل، يعني غير كنوصل للطرف السفلي كنوقف كيف كتلاحظوا هنايا، وكنحل هاد الرمانه. من الافضل كتستعملوا الرمان يكون هكا اللون ديالو احمر ويكون حلو. كنحيد هاد اللوب من الوسط، مازال غادي نقيه بداك الرمان اللي بقى فيه، وهاد الرمانه كنقلبها على اليد ديالي كيف كتلاحظوا بهذه الطريقه. وكنجيب واحد المعلقه تكون كبيره، ولا كانت عندكم شي معلقه هكا تكون شويه ثقيله من الاحسن، كتبقاو تضربوا يعني على الرمان كيف كتلاحظوا. طريقه اللي هي جد سهله، واخا تكون كميه كثيره تكملوها في واحد الوقت اللي هو وجيز بهذه الطريقه هذه، يعني كيف كتلاحظوا بالظهر ديال الملعقه اللي كنضرب. والمتتبعات ديالي عبر الفيسبوك ما تنساوش اللايك للصفحه باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. هنا كيف كتلاحظوا تقريبا راني كملتو مبقى والو. صافي هنايا كيف كتلاحظوا تنقى معايا كامل دوك الحبيبات كاع ديال الرمان تاعهم من هذا القشر هذا. غادي نحيد هادو غير بيدي كيف كتلاحظوا، يعني ما بقات حتى وحده في هاد القشر ديال الرمان، وهادو كنحيدوهم هكا كنقيو. صافي هنايا من بعد ما نقيتو كامل غادي ان شاء الله نمروا للمرحله الثانيه. هنا غادي نعبر معاكم، اللي ما عندش الميزان غادي نعبر معاكم بزلايف، غادي نعمرو جوج ليفات ديال الرمان، وكل زلافه كتاخد 300 غرام زلافه وحده. غادي نحاول نعمرها مزيان يعني ممسوحه كيف كتلاحظوا، والزلافه الثانيه باقي خصني نزيد الرمان. غادي نكمل نعمرها ونرجع معكم باذن الله. هنا من بعد ما ملأت الزلافه الثانيه كيف كتلاحظوا جوج ليفات، يعني المقدار اللي عندي هنا ديال الرمان 600 غرام ديال الرمان، ولا كانت كبيره الرمانه كبيره على اللي درت ان شاء الله غادي تخرج لكم جوج ليفات. وعندي هنا زلافه ديال السكر سنيده اي سكر الخشن ممسوحه كيف كتلاحظوا، ما يعادل واحد 400 غرام ديال السكر اللي بغات بالميزان. 600 غرام ديال الرمان زائد 400 غرام ديال السكر. غادي ناخذ هذا الرمان ونديرو في واحد الاناء اللي يكون شويه كبير. وغادي نضيف عليه السكر. بسم الله بسم الله. غادي نخلط هاد جوج العناصر مزيان، وغادي نلبس كاع الحبات ديال الرمان هذا السكر هذا، وغادي نخليه ان شاء الله غادي نخليه في هذا الاناء. من بعد ما غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، غادي نخليو هذا الرمان ليله كامله كتحتفظوا به في الثلاجه، كتحطوه في الثلاجه وكتخليوه يبات حتى الغد ليه. داك الرمان كيطلق الماء ديالو والسكر حتى هو كيذوب. ولا كان عندكم الوقت كل مره يعني غير واحد جوج خطرات، ولا عندكم الوقت تحلوا البلاستيكه او تحيدوا البلاستيك على هذا الرمان وتحاولوا تخلطوه، لان داك السكر من بعد ما كيطلق الماء للرمان كيترصف من الاسفل. وهنايا من بعد ما خليت هذا الرمان بات وكيف كتلاحظوا طلق الماء ديالو حتى الحبيبات ديال السكر الاغلبيه ديال السكر يعني داب، كاين شويه من الاسفل كيف كتلاحظوا كيف قلت لكم كيترص داك السكر، وخا تخلطوه كيبقى شويه مرصي. لكن غادي ان شاء الله غادي دابا غادي نجيب واحد الكاسرول وغادي نخوي فيه هاد الرمان، وغادي نديرو فوق النار باش ندوبو داك السكر اللي تبقى.
صافي كناخدوه كنديرو فوقنا اللي كتكون متوسطة، تيدوب داك السكر وان شاء الله غادي نمروا للمرحلة ديال الطحن. غادي نستعمل ان شاء الله هاد الطحنة اليدوية كيف كتلاحظوا، ولا كانت متوفرة عندكم احسن، ما كانتش متوفرة ممكن تطحنوه في الطحانة الكهربائية. هنا من بعد ما دادوك السكر يعني تقريبا وصل درجة الغليان والسكر داب، كنحيدو صافي، غادي نطفي عليه النار وغادي نمرو ان شاء الله باش نخويه في هاد الآلة هادي. بسم الله غادي نخويه كامل، لان حتى الكميه ما درتش الكميه اللي هي كثيره، كانت الكميه عندكم كثيره كتقسموها على جوج او على ثلاثه. بسم الله وكنبداو كنطحنوا هذا الرمان هكا سخون احسن باش يسهل علينا دغيا. هاد الاله هذه كتعصر لينا هذا الرمان مزيان، وداك النواه كتبقى لينا من الاعلى كيف كتلاحظوا، ماشي بحال الطحانه الكهربائيه ولا طحنا فيها خص حتى ديك النواه كتطحن وكتعطينا واحد المذاق اللي هو ماشي مزيان، وحتى اللون كيتغير ديال المربى. و يعني البديل ولا ما عندكمش هاد الآلة هادي، كنصحكم ديروا الرمان ديالكم في واحد الكسكاس وكتبداو تضغطوا عليه بواحد الكاس حتى تخرجوا داك كاع العصارة ديال الرمان. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة. فلاحظتوا رجع داك العصير ديال الرمان في الكاسرول، وغادي نضيف عليه نصف ليمونة أو عصير نصف ليمونة عفوا. الليمونة كتكون من الأحسن كديروا ليمونة متوسطة النصف ديالها، هنا استعملت ليمونة كبيرة وعطتني يعني واحد الكمية ديال العصير اللي هو كتير. يعني ولا بغيتوا ديروا بالجرام كديروا أو بالميلي عفوا، كديروا 20 ملي ديال العصير ديال الليمون أي الحامض، عصير نصف ليمونة متوسطة في هذه الكمية. وصافي كنديرو فوقنا اللي كتكون متوسطه حتى كيوصل لدرجه الغليان كيف كتلاحظوا، كنبداو نحركو كل مره كنحركو وكنحيدو هاد الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، ماشي الكشكوشه الكبيره لكن هاد كيف كتلاحظوا هاد اللي كيترص، يعني هاد الكشكوشه اللي ما كديرش الفقاعات هادي اللي كنحيدوها لان كتفسد لينا المربى، كنحاولو نحيدوها. عندي الكميه قليله ديال الكشكوشه، ولا كانت كثيره من الاحسن كدير واحد ملعقه اللي هي صغيره او نصف ملعقه ديال الزبده وكتحيد ديك الكشكوشه كامله. اما بالنسبه هنايا لهاد الكشكوشه هذه غير ديال يعني العافيه، هذه ما عليها والو. دابا طفيت العافيه وغادي غادي تلاشى، دابا غادي تلاشى ما تبقاش تبان. صافي طفيت النار واحد نصف ساعه فقط، ما كتخليوهاش حتى تعقد بزاف، راه من بعد غير تبرد غتعقد معكم هذا المربى. ولا كانت الكميه كثيره كتخليو 45 دقيقه، لكن كميه قليله غير نصف ساعه على النار كتكون هادئه يكفي. كيف كتشاهدوا القوام هنايا خفيف مازال، غادي تبرد نرجع معكم وتشوفوا القوام ديالها ان شاء الله. رجعت معكم اخواتي، هنايا من بعد ما برد هاد المربى كيف كتلاحظوا القوام ديالو تقال، وما كنصحكمش تخليوه اكثر يعني من المده يعني ديال نصف ساعه ولا كانت الكميه قليله بحال هذه. ولا كانت الكميه كثيره ممكن تخليوه 45 دقيقه واخا يكون جاري كيف قلت لكم، كطفيو عليه لان من بعد راه كيتقال اخواتي. وكنشكركم على المتابعه ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اخواتي اللايك الفيديو باش تشجعوني على العطاء اكثر فاكثر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله وحفظه.